السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذه الحلوه الغزاله بزاف اللي كتجي هشيشه وكتجي بنينه. نتمنى تخلوا لي لايك وكومونتير وتشاركوا معايا في القناه اللي مازال ما مشاركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه. نتمنى تتبعوا الفيديو. مشوا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي نص كاس ديال السكر كلاصي، كاس الا ربع ديال الزيت، نص كاس ديال مايزينا نشا الذره، فاني، خماره وبيضه، وعندي هنا 125 غرام ديال الزبده ديال الاكل، وعندي قبصه ديال الملح، وعندي نص كيلو ديال الدقيق. المهم الدقيق كيبقى على حسب الخليط. نمشيو لطريقه التحضير. غناخذ الزبده وقبصه ديال الملح ونضيف عليها الفاني ونضيف عليها السكر كلاصي ونخدمهم مزيان. هاد الزبده ديال الاكره دغيا كتخدم بكل سهوله كيف ما كتشوفوا. وغنضيف الزيت وغنضيف البيضة ونخدمها مزيان. وغنضيف النشا فمن بعد ما تجانسوا لي المكونات غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا، وغنضيف خمارة وكيف ما كتشوفوا الحلوة ديالي كتجي على هاد الشكل، كتكون ما كتلصقش. شرط لي هاد الكاس ما عمرش ديال الدقيق، من نص كيلو ديال الدقيق. وغنبدا نشكل في الحلوة ديالي على هاد الشكل ونبسطها شوية. وغندخل اللاطا للفران اللي مشعل عليه من قبل، خصو يكون سخون. ملي ندخل ليه اللاطا نخليه على عافيه متوسطه حتى كطيب الحلوه ونهبطها باش تحمر. فكيف ما كتشوفوا الحلوه ديالي كتجي على هذا الشكل، كتجي مذهبه وكتجي طايبه من التحت. فهاد الكميه اللي درت ديال العجينه خرجت لي 44 قطعه ديال الحلوه، فانتم تقدروا تضاعفوا المقادير. وغناخذ كميه من الشوكولات اللي ذوبت من قبل، شوكولات غالا. وعندي هنا كميه من الكاوكاو اللي حمرته في الفران وطحنته. صافي غادي نبدا نزين في الحلوه ديالي. وغناخذ الحلوه ونديرها في الشوكولات ونفندها في الكاوكاو.
وغنكمل على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. كيف ما كتشوفوا البنات راها كتجي غزاله بزاف وكتجي شيشه. نتمنى تجربوها واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم، وتخلوا لي لايك وكومونتير وتشاركوا معايا في القناه اللي مازال ما مشاركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم الى فيديو جديد ان شاء الله.